الممثلة العالمية وسفيرة النوايا الحسنة في الأمم المتحدة أنجلينا جولي إلى مخيم دوميز للاجئين السوريين لم تكن سارة بكل أحداثها، ففي يوم دخولها إلى المجمع الواقع في دهوك احترق عدد من الخيام المخصصة لإسكان اللاجئين في حادثة يقول الساكنون هنا إنها تتكرر باستمرار بسبب ضعف إجراءات السلامة. وقت إجت أنجلينا جولي حرقوا 5 خيام هون، طبعا السبب استهتار المنظمة اليوان تحديدا اليوان بسبب قرب الخيام لبعضها. بتقريبا 3-4 أيام كمان نفس المشكلة صارت معنا، انحرقوا هون عنا 15 خيمة بسبب خيمة واحدة. ومع أن إدارة المخيم تعهدت بتعويض المتضررين إلا أن المحسوبية التي يتحدث عنها بعض المقيمين هنا قد تؤخر شمولهم بالتعويض. في هون أنا ساكن هلا بدي أحكي، يعني في هون كمان عائلة عندي يعني ما أعطوا لا مبردة ولا ثلاجة. ليش؟ هن أقدم شيء كانوا هون، في عائلة جاي الجداد أضبوا أخذوا المكيف والمبردة وهن ما أخذوها. ليه؟ نحن نتمنى أنه يملشوا بالتوزيع وبالأساسي على كل شيء على حسب العوائل. هذا مو والله ابن عمي وهذا جاري وهذا والله جاري كان بسوريا، نحن ما دخلنا لا بسوريا ولا وين ما يحزنون. نحن هون نحن بالمخيمات بيقولوا توزع، يعني خليه يوزعوا بالتوازيع على الجميع العالم اللي هون. وتقول إدارة المخيم إن استمرار تدفق اللاجئين بشكل يومي وليس المحسوبية هي من يؤخر تقديم الخدمات لهم. لا يوجد هناك أي تقصير، ولكن قد يكون هناك تأخير في تنفيذ هذه المشاريع بسبب ازدياد الأعداد الذي نتكلم عنه بازدياد كبير يوميا. يعني نحن في حاليا نستقبل حوالي من 300 إلى 350 شخص يوميا، وهذا عدد كبير جدا ويجب أن نهيئ له كافة المستلزمات الأساسية. قبل 4 أشهر تقريبا لم يكن في هذا المخيم أكثر من 500 عائلة، لكن الأعداد وصلت إلى 3500 عائلة و10000 شاب يسكن لوحده، فيما تقول الأمم المتحدة إن مساحة المخيم التي تصل إلى 500 دونم لم تعد تكفي لإسكان هذه الأعداد الكبيرة. من مخيم دوميز، ميلاد سامي، السومرية.